كابتن علاء، احنا شفنا الماتشين الاخرانيين للنادي الاهلي وطنطا. شفنا النادي الاهلي المباراه اللي فاتت مع نادي مصر، يمكن نهى الشوط الثاني باداء جيد جدا، وكانت الحاله يمكن افضل حاله كان عليها النادي الاهلي في فتره ما بعد الكورونا. دي حقيقه. في نفس الوقت شفنا طنطا مع الزمالك، شفنا ماتش مفتوح، واضح ان لعيبه طنطا يعني مقتنعين ولعبوا ماتش مفتوح في حدود امكانياتهم. كانت مباراه بالنسبه لهم مباراه جيده، يمكن قربوا من نادي الزمالك في اخر دقيقتين ولا حاجه، ولكن من عدم خبره نادي الزمالك جاب الجول الثالث. شايف الماتش ده ازاي النهارده؟ اداء النادي الاهلي اعتقد انها بنفس تكمله اداء الشوط الثاني. الشوط الثاني كان مباراه مصر كان شوط حلو قوي للنادي الاهلي، كان في حاجات كتير قوي ايجابيه وكنا اتكلمنا عليها هنا في الاستوديو، كان موجود معانا كابتن شريف عبد المنعم. فاعتقد دايما ان ناخد ياخد الدفعه بتاعت نهايه الشوط الثاني بتاع مصر. نتيجه كويسه وكل اللعيبه تقريبا الشوط الثاني كانت في اداء ممتاز. يهمه برده النهارده مستفاد ان هو يطمن على كل اللعيبه، يمكن معلول رجع تاني النهارده من المكان في التشكيل، لكن هو يهمه برده ان كل اللعيبه اللي قدامه دي تبقى في فورمه كويسه، كله يبدا يبقى موجود، كله يبدا يقول انا موجود. ودي دي دي المباريات اللي بتجهز عامه. على الجانب الاخر كابتن رضا يمكن عنده وقت شويه، يمكن ماتش الزمالك ما كانش عنده وقت، هو كان الوقت كان قليل قوي، لكن عمل جيم مع الزمالك كانت مباراه كويسه. اللعب زي ما قلت ايمن كان لعب مفتوح من الجنبين، لكن اعتقد النهارده ان كابتن رضا وفرقه طنطا النهارده اللي هي ايه مباراه بيعرضوا نفسهم. مظبوط. مش احسن من بتلعب قدام النادي الاهلي. صحيح. الدنيا كلها بتركز معاك وتشوفك. صحيح. بتشوفك كلاعب، بتشوفك كمدير فني، افكارك ورضا على فكره من الناس دايما ليه افكار خاصه كده، وانا بحترمه جدا جدا. هو كلاعب طبعا هايل. افكار خاصه ايه؟ كويسه افكار خاصه. افكار خاصه في الكوره. عامه مش لازم افكار خاصه تبقى كويسه لمعظم الناس او وحشه لمعظم الناس، هو ليه افكار كده في الكوره، وهو عشان كلاعب حريف قوي فهو دايما بيبقى ليه حاجات معينه في الكوره. لكن النهارده اعتقد ان رضا مش هيلعب لعبه مفتوح مع النادي الاهلي، برضه يبقى المساحات هيحاول يضيقها كويس قوي، هيحاول يحتفظ بالكوره، هيحاول يبقى الشكل العام مرضي، خصوصا لعيبته النهارده هو عارف ان بيلعب ضد النادي الاهلي، الدنيا كلها مركزه معاه، مركزه مع لعيبته، فكل واحد بيعرض نفسه النهارده ان خلاص طنطا يعني للاسف خلاص بقت رسم نازله، نفس الكلام مع اف سي مصر، فهي النهارده مباراه ما فيش احسن من النادي الاهلي تلعب قدامه النهارده، فهتشوف مباراه مش مفتوحه قوي، لكن اعتقد النهارده اللي هيحدد سر المباراه كلها حاله لعيبه الاهلي من بدايه المباراه، مش من الشوط الثاني، من بدايه المباراه النادي الاهلي هو اللي هيحدد المباراه رايحه فين، مش الفريق الاخر اكيد.